حديث إلا عن حديث فرجاني ساسي مستحقاته الخصومات. ترجم لي بقى مستحقاته والخصومات بالضبط زي بقى. بص زي حضرتك يعني شفت في يمكن البيان اللي اتفق عليه في المجلس، وطلع كابتن حسين لبيب أول امبارح وطلع قال التفاصيل كلها بشفافية جدا واللي حصل بالضبط. يمكن في تفاصيل ما بنحب مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، مش عايزين نسبة الأحداث برغم توقعات الناس وتوقعات حضرتك وتوقعات الدنيا كلها موضوع سياسي، لكن برضو احنا سايبين الخيط للآخر. هو المفروض ان هو يوصل يجي هنا 15 أو 16 على الكلام اللي اتقال مسبقا أو قبل كده يعني. فاحنا مثلين لغاية 15 أو 16 مش عايزين ندي أي تصريح. في نفس الوقت في طبعا المحامي والشؤون القانونية برضو بتدرس من ناحية قانونية البدائل الموجودة في كل الأحوال أيا كان النتيجة يعني. فاحنا مش عايزين نسبق بالنتيجة، مش عايزين نسبق احنا بنعمل ايه او هنعمل ايه او رد الفعل ايه، غير لما بعد يوم 15 او 16 الدنيا كلها تبان وحيطلع بيان رسمي واحد اتنين تلاتة عن الناس كلها والناس تبعرف. طيب ده كلام جميل وكلام محترم. طيب مستحقات ساسي الباقية كم في المية من مستحقاته؟ لا حضرتك مستحقاته خدها خلاص. خدها كلها؟ اه طبعا. امال حضرتك لو خصمت هتخصم حضرتك؟ هو عمل جواب، هو بص حضرتك عمل جواب وقال ان 30/5 دي اخر ميعاد عشان تدفع المستحقات. حلو. احنا دفعناها الحقيقه على مرتين، مره يوم 28 على ما اتذكر، ومره الثانيه يوم 29 او 30 مش فاكر. المهم يعني قبل المهله دفعنا المستحقات، فهو كده احنا خلاص يعني الكوره في ملعبه. ايوه. وبغض النظر بقى عن الاستنتاجات والتكهنات اللي هي ممكن تكون مظبوطة جدا، لكن برضو احنا مش عايزين نسبب. هي ايه اللي ممكن تكون مظبوطة جدا يا فندم عشان بس يعني ممكن يكون مضى في حتة تانية، ممكن يكون مش عايز يلعب في نادي الزمالك في الوقت الحالي وده هو حر يعني. طب هو نادي الزمالك ما بيقفش على حد يا فندم؟ لا احنا مش عمرنا ما هنضغط على حد يعني اي لعيب حر، لكن نادي الزمالك نادي كبير طبعا وهو طيب. عارف كده كويس هو نفسه يعني، وهو عارف اكيد طبعا هو يعني مش في نادي قليل بيقول على تويتر وكده طيب. وعارف قوي ان النجاح كله كان في نادي الزمالك. طيب حضرتك حطيت المستحقات مخصوم منها الخصومات؟ والله بص انا البيان اللي جالي انت عارف انا لسه ماسكين النادي فيش ما كملناش اسبوعين انا اللي جالي البيان دي مستحقات سياسي دفعتها. ايوه يا فندم ما انت حضرتك لو في خصومات هتخصمها ازاي الا اذا كنت خصمتها؟ انت معايا حضرتك؟ بس يعني نقطه توضيحيه مهمه للي بيسمعنا، مش عشان انا ممكن اكون عارف كواليس كتير، لكن دلوقتي حضرتك فرجاني ليه 10 قروش، حضرتك حطيت له ال 10 قروش. طب افرض في خصومات الزمالك يخصمها منين؟ ممكن تكون حضرتك حطيت 5 قروش وفي خصومات 5 قروش، فخلاص هي دي مستحقات فرجاني ساسي بالنسبه ليكوا الا ان يبت امر جديد. طب كابتن مهيب ممكن بس استاذنك في حاجه صغيره؟ والله انا تحت امرك والله في اي حاجه. مش عايز اخد في التفاصيل قوي تمام لكن احنا من وجهه نظرنا هو خد مستحقاته بالكامل. وصلت خلاص.